الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة إنه من الشرف الكبير والسعادة أن أحضر وأشارككم اليوم في هذا الحقيقة في هذا الملتقى الوطني الأول للفنان المؤدي، وهذا شيء يعني مش غريب على الولايات تاعنا، لأن في الحقيقة هي ولاية تاريخية، ولاية مجاهدة، ولاية مضيافة. الثمن والإبداع، حضورنا الكريم يسعدنا بقاؤكم معنا من أجل إكمال مراسم الحفل الاختتامي. الفن والفنانين وموطن المهرجانات الكبرى كمهرجان تينغاك باتنا التي تضم اليوم الملتقى الوطني الأول للفنان المؤدي، والتي كانت بداية بالمؤدي للفن الغنائي باختلاف طبعه طبعا على اختلاف مناطق بلادنا الحبيبة، لتتسع الدائرة في الطبعات المقبلة بحول الله لفنون أخرى من مسرح وفن تشكيلي وسينما وغيرهم، وتشمل فنانين آخرين. هو ملتقى للفنانين لتبادل الأفكار والخبرات ولدراسة هموم ومواضيع الفن ولتأسيس لمشاريع مستقبلية، هو للإمتاع وللاستمتاع. مرحبا بكم، شكرا لكم. الحفل الفني الذي سيقام على الساعة السادسة. الفنانين الذين حضروا مدير الضمان الاجتماعي قدموا لي مجهود اكثر من المتوقع، يعني هما الملح والكمون وهما كل شيء والسلطه. شكرا جزيلا كلمه. ايوه هذو هما اللي حاضرين معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بضيوف باتنا وجمهور باتنا في الملتقى الوطني الاول للفنان المؤدي. لماذا هذه التسمية؟ الملتقى الوطني الأول للفنان المؤدي ماذا يؤدي بالضبط؟ اخترنا في الطبعة الأولى أن يكون الأداء هو الفن الغنائي الصوتي، وإن شاء الله في الطبعات المقبلة ستتوسع هذه النظرة إلى ربما أداء المسرحي، أداء السينمائي وغيرها. فالفنان الجزائري يجب أن نعطي له فرصة لاعتلاء الركح من خلال هذه الملتقيات. وطبعا الملتقى لما نقول ملتقى فهو مجال لتعارف الفنانين، لتدارس اهتماماتهم ولحل مشاكلهم ربما، ونظرة مستقبلية لما هو قادم في المجال الفني. مرحبا بك، وكنشوف كلامك في الكرتاح. شكرا مرة أخرى، وكل الموافقية والنجاحات لمهرجان تينغاك الدولي في طبعاته الجديدة والمتجددة بعد التعليق. تكريم مرحب بالفنان الخبير حميد بدلش، أهلا وسهلا بك. وترحيب أيضا بالمحافظ يا حبيبي يا مهرجان. Thank you.
تسديداتنا 7 ايام اكثر من 7 ايام احسبوا انتم الشيخ شوفوا اكثر من ولايه اكثر من كامل ولي محاسن صدف اني في الفرقه اليوم كاين سي جمال وسي زين الدين اللي كانوا سجلوا معايا في التسجيل الاول اذن كنا ندعموا ان شاء الله نمشي وراه ما نديروش كيما سيرتان يحبوا ديما فتنته اشد من القتل كذلك شاركت مديريات عدة في الملتقى مثل مديرية التجارة مديرية النقل مديرية الخدمات الجامعية وكذلك مديرية الشباب والرياضة لا ننسى كذلك الخواص لا ننسى دار الثقافة على رأسها مدير دار الثقافة محمد بوعلاق الذي أعطانا كل التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح هذا الحفل مديرية الضمان الاجتماعي كذلك ساهمت معنا مديرية التشغيل كذلك شكرا جزيلا لكل من قدم ولو القليل لهذا الملتقى نتمنى أن نلتقي في طبعات مقبلة إن شاء الله وشكرا لكم أشكر لكم حضوركم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله